موضوع يمكن بيلمسنا كلنا ومفيش حد ما بيقعش في الموقف ده. سؤال حلقتنا: لو أخوك أو جارك في أزمة، أزمة حقيقية، كرب شديد قوي، هتوقف حياتك ولا الحياة ما بتقفش ولازم الحياة تستمر؟ لحد إمتى ممكن تضحي؟ لحد إمتى ممكن تتنازل؟ لحد إمتى ممكن تقول ما أقدرش أفرح وأخويا مكروب أو أخويا في وجع أو أخويا في أزمة؟ النهاردة جاي لي قصة لأخت بتحكي بتقولي: أنا واقعة في حيرة حقيقية بين اتنين إخوات اللي هم إخواتي، اللي مفروض الاتنين سندي وظهري في الدنيا، أخويا الصغير وأخويا الكبير. طول عمر أخويا الكبير حد معطاء جدا وحد طيب جدا وحد طول الوقت بيجي على نفسه عشاننا، لأن أبويا وأمي دايما يقولوا له: أنت الكبير، أنت اللي لازم تبقى حنين على أخواتك، أنت اللي لازم تضحي عشانهم. وهو فهم قوي ده واستوعبه وبقى طول الوقت حنين علينا وكويس معانا. لكن للأسف كان مسافر هو ومراته وولاده رايحين يصيفوا، حصل لهم حادثة شديدة جدا واتقلبت بيهم العربية. بقالهم أكتر من 3 شهور تقريبا كانوا في غيبوبة، وربنا خد بإيديهم وفاقوا، والحمد لله بفضل الله الولاد ربنا نجاهم لأنه كانوا قاعدين ورا في العربية. لكن أخويا ومراته حالتهم خطيرة جدا، فضلوا كتير جدا في العناية المركزة وفضلوا كتير جدا في غيبوبة لحد ما الحمد لله بقالهم 3 أسابيع ربنا خد بإيديهم وفايقين. لكن الدكاترة بيقولوا إن مش قبل 2-3 شهور عشان يقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية ويعالم هيمشي ولا لأ. أخويا الصغير خاطب بقاله 2 سنين، خاطب وبيحب خطيبته. أهل خطيبته ناس ما أقدرش أقول إنهم وحشين، لكن برضو الشدة اللي بتبين معادن الناس. أهل خطيب أخويا من أول ما عرفوا اللي حصل ده جم وزاروا أخويا الكبير ومراته، لكن ابتدوا يقولوا له: أنت هتتجوز بنتنا إمتى؟ بنتنا بقالها 2 سنين مخطوبة، هتقعد أكتر من كده إيه؟ طبعا هو في الأول قال لهم: أنتوا شايفين الأزمة وشايفين اللي حصل وأخويا ومراته. لكن أبو العروسة قال له: إحنا مالناش دعوة بده، إحنا عايزين تعملوا الفرح. أخويا كنت فاكرة أن رد فعله هيقول له: أنت راجل ما بتفهمش في الأصول، وطالما أنت ما بتفهمش في الأصول أنا مش هقدر أطوعك، ده أخويا الكبير، ده حتة مني، ده أبويا بعد أبويا. الغريب أن موقف أخويا الصغير كان ما عندوش أي مشكلة، وابتدى يجي يتخانق معانا في البيت انه عايز يعمل فرحه. بابا وماما دايما يقولوا له: انت اتجننت، ازاي هتعرف تفرح واخوك في ازمه واخوك في كرب، اخوك في مستشفى مرمي كان بين الحياه والموت. والله اعلم ربنا هياخد بايديه وربنا هينجيه من الموضوع ده ازاي، وايه النتائج اللي هتحصل، ازاي هتعرف تفرح؟ لكن هو بكل انانيه بيقول لهم: وايه يعني الحياه ما بتقفش على حد، ايه المشكله؟ انا لما افرح انتوا تفرحوا لي، وهو لما ربنا ينجيه ويخف برضه هنفرح له، لكن ما توقفوش حياتي، انا عايزه اتجوز، اصل خطيبتي احتمال تسيبني. ماما ردت وقالت له: خطيبتك ما عندهاش اصل، وابوها ما عندوش اصل. ساعتها صار واتجنن وقال لها: ما تقوليش عليهم كده، هم ناس زي الفل وحقهم انهم يفرحوا ببنتهم. قالوا له ماما قالت له: ازاي يا ابني هيفرحوا بالبنت واحنا مش عارفين نفرح؟ ازاي بتطلب مننا ان احنا بدل ما نروح نزور اخوك وناخد بايده ونفضل طول الوقت نكتفه ونسنده نروح نحضر فرحك ونفرح ونرقص ونهيص؟ انت ازاي طالب مننا طلب زي ده؟ قال لها: والله ده الواقع، انا ما اضمنش ابنك هيخف امتى، فمش مطلوب مني ان انا اوقف حياتي. فانا ساعتها سالته سؤال مباشر، هي الاخت سالت وقالت: طب لو انت كنت مكانه كنت هيبقى راضيك قوي فكره انه ينساك ويكبر دماغك؟ ساعتها أمي ردت وقالت: لو هو مكانه أخوه عمره ما كان عمل كده، لأن أخوه بيفهم في الأصول. أنا منكرش أن طول عمرنا أخويا الصغير ده شخص أناني، شخص متعود ياخد وما يديش، ويمكن أبويا وأمي السبب الرئيسي في ده، لأن طول الوقت كانوا بيدللوه، كانوا بيدلعوه، كان دايما بيجوا على أخويا الكبير عشانه، وكانوا دايما بيقولوا له: أخوك الصغير، ادي أخوك الصغير، فوت لأخوك الصغير. ويمكن الحالة دي في بيوت كتير قوي دلوقتي. وبعد ما قعدنا نتكلم كتير جدا ونفهمه كتير جدا لدرجة ان اخويا الكبير حس، وساعتها قال: اعملوا الفرح وافرحوا، انا مش هزعل. لكن الحقيقة غير كده خالص، الحقيقة انه مكسور من جواه، ما كانش متخيل ان الدنيا ممكن تعمل معاه كده، وما كانش متخيل ابدا ان الوجع يجي من اقرب القريبين، ما كانش متخيل ان الوجع يجي من اخوه الصغير اللي ياما اداله وياما كان حنين معاه. كان فاكر انه لما يخيروه بين فرحته وبين اللي فيه اخوه هيختار الوجع ويقول لا،
هفرح ازاي واخويا في كرب؟ هفرح ازاي واخويا مش فرحان؟ هفرح ازاي واخويا في ازمه؟ ويا عالم ربنا هيشفيه ولا لا؟ كتير بنشوف اخوات بنفس الانانيه، كتير بنشوف اخوات بيفكروا في نفسهم وبس، وكتير بنشوف ناس شايفين فعلا ان الحياه ما بتقفش وان الحياه طول الوقت بتستمر، رغم ان في وجهه نظر تانيه لما ابتدت البنت تحكي وتقول يا جماعه مين فيهم اللي غلطان؟ يا ترى فعلا اخويا الصغير عنده حق ولا فعلا ده ما بيفهمش في الاصول ولا اهل خطيبته بيفهموا في الاصول؟ في ناس ردت وقالت لا طبعا هو من حقه انه يفرح، ما ينفعش ان احنا نفضل نحاسبه عشان اخوه عمل حادثه، عادي يا جماعه الحياه بتستمر، جوزه ده وبرده ده لما ربنا ياخد بايده وربنا ينجيه اكيد هتفرحوا كلكم ان ربنا خد بايده ووقف على رجله تاني. وجهتين نظر مختلفتين، ناس شايفه ان الصغير عنده حق وانه مفروض يتجوز ده بقاله سنتين خاطب، وناس تانيه شايفه انه ندل، وناس تانيه شايفه انه ما عندوش اصل. عشان كده احنا عايزين نعرف مين اللي صح. لو اخوك او جارك في ازمه هتبقى معاه ولا هتقول خلاص؟ ويا ترى هتبقى معاه لمده قد ايه؟ يوم، اتنين، اسبوع، اسبوعين؟ ولا عندك الحياه ممكن تقف لحد ما اقرب الناس ليك تحس انه رجع تاني لحياته الطبيعيه، تحس انه قادر يفرح عشان انت تفرح معاه؟ يعني انا بتكلم كواحده من الناس، انا بتكلم عن نفسي، يمكن لو حد قريب قوي مني ربنا ابتلاه باي ابتلاء او مسه كرب فعلا حرفيا اكيد بشتغل وبنزل، واكيد في حاجات ما ينفعش تقف زي الشغل، زي اي حاجه فيها استمراريه وفيها حياه عشان تقدر تشتغل وتنتج وتكسب وتربح وتعيش اللي معاك، لكن اكيد ممكن الحياه تقف. هنا بتكلم في الفرحه، ازاي بني ادم يقدر يفرح من غير اخوه؟ ازاي بني ادم يقدر يعمل فرح كامل ويلبس بدله ويتهيأ ويبقى عريس واخوه في المستشفى ويعلم هيقوم من الازمه والقرب ده ولا لا؟ يا ترى خطيبه الولد ده عندها حق وهي مفروض ملهاش دعوه باللي حصل، ولا هي ما عندهاش اي حق وبني ادمه مش اصيله ووقت الجد بان معدنها الحقيقي؟ اكيد احنا شخصيات مختلفه، اكيد احنا مش كلنا زي بعض، في ناس بتعرف تتخطى الاحزان، في ناس بتعرف تفرح، في ناس بتعرف تمشي امورها زي ما بيقولوا، وفي ناس تانية ما بتقدرش. الحياه ما بتقفش لان دي سنه الحياه، لكن احيانا الحياه بتقف جوانا، بتقف بينا، ما بنبقاش عارفين نضحك، بيبقى طول الوقت عينينا مرغرغه بالدموع، بيبقى طول الوقت عندنا جرح بينزف وعايزين اللي يطبطب علينا. احنا يمكن دلوقتي عايشين الاحداث دي حقيقي حقيقي بفلسطين، البلد اللي ربنا يا رب ينجي اهلها ويا رب ينصر اهلها. واحنا ناس كتير جدا بينتقدوا المذيعين او الفنانين ايا كان مع اختلاف المهن، بينتقدوهم انتوا عايشين حياتكم، انتوا ازاي حاطين الميك اب ده، انتوا ازاي لابسين كده، وناس تانية بتقول الحياة بتستمر. هديكم مثل بسيط، انا واحدة من الناس امبارح كان عندي هوا في قناة هي الساعة 10 مساء وطلعت معاكم، كنت بنوه عن الحلقة، كنت بتكلم يا ترى ترضي تبقي زوجة تانية احسن ما تلقبي بعانس ولا لا؟ عملت ستوري بسيطة ونزلته على صفحة قناة هي وصفحة حكايات عشان الناس تشارك في الموضوع. كم الكومنتات السلبية اللي جت ما زعلتنيش على فكرة، بالعكس، بس خلتني احس هو انا فعلا في حتة لوحدي؟ رغم ان الجمعة اللي قبلها انا كنت بتكلم عن فلسطين وكنت موجوعة وربنا وحده اللي اعلم بالقلوب واعلم بالوجع، لكن الناس امبارح شتمت كتير جدا وقالت لي ازاي تعملي ده وازاي حاطه ميك اب وازاي فرحانه، رغم ان هم عارفين ومتاكدين ان الشكل والميك اب ده ما هو الا جزء من مهنه مفروض ان انا بمتهنها في قناه محترمه ليها شكل ووضع، فمفروض اني ببقى طالعه شكلي يليق بالمنظر ده. وحصل الجدل ده برضو في مع فنانين محمد سلام ومحمد انور، كلنا عارفين موقف محمد سلام اللي قرر انه يعتذر عن استكمال مسرحيه بمبلغ كبير جدا، واكيد حضراتكم عارفين يعني ايه مهرجان الترفيه في السعوديه، ورغم ذلك هو اعتذر. طيب خلينا نتكلم ده باستفاضه اكتر، وخلينا نقول ونعرض وجهتين النظر، ومستنيه مشاركتكم معايا النهارده، الارقام هتنزل مع او ضد موقف محمد سلام ومحمد انور،
وعايزاكم تدخلوا على صفحه هي وتكتبوا كومنتات، لاني هقرا كومنت كومنت. وكمان عايزه الفت نظركم لسؤال الحلقه، يا ترى لو اخوك في كرب او ازمه حقيقيه هتقدر تفرح وهو في الازمه دي وتكمل حياتك، ولا من وجهه نظرك الحياه لازم تقف لان اللي فيه اخوك ووجع اخوك هو وجعك بالظبط، والحته اللي لما بيكون شخص قريب وحته منك ما ينفعش ابدا الدنيا تستمر في وجعه. وجهه نظركم ايه، الدنيا بتستمر ولا الدنيا بتقف؟